السلام عليكم. معانا كده فطاير بالسمسم، سهلة ورخيصة كمان، وكل مكوناتها موجودة عندك في البيت، وحطي جنبها بقى انتي اي نوع من الجبنة، جبنة بيضة، جبنة شيدر، جبنة رومي، اللي انتي عايزاه بعد كده، لان ممكن كمان تفتحيها بالسكينة وتعمليها سندوتشات للولاد في المدرسة كمان، او تقدمها لهم كده زي ما هي. مكوناتها كلها بسيطة جدا، يعني مش هتتكلفي كتير يعني، وهتعمل لك كمية كبيرة. أول حاجة كوباية مية دافية، وبعدين كوباية صغيرة من اللبن وبيضاية، ونص كوباية زيت، وهنحط معلقة كبيرة من السكر، وقطعة يعني 20 جرام كده من الخميرة البيرة، أو معلقتين من الخميرة الفورية، وقطعة يعني معلقة من الزبدة تكون يعني بدرجة حرارة المطبخ، وهتحطي معلقة ملح، و 6 كوبايات ونص من الدقيق، وخلي شوية كده يعني عشان حسب الايه هتعجنيها، تعجنيها كويس قوي، وبعدين هتسيبيها شوية لحد ما تتخمر. يعني مكونات سهلة جدا، وكلها هتبقى كبها لك في صندوق الوصف. هتغطيها تخليها حوالي نص ساعة، عشان الجو دلوقتي لما يكون الجو حر تخليها نص ساعة، لو الجو برد خليها يعني حوالي تتخمر ساعة، ساعة وربع. بنخرج شوية منها الهواء، وبنرجع نعجنها شوية بإيدينا كده يعني، ونلمها ونبدأ نشكلها بقى. طبعا نتابع بقى الفيديو كده نشوف التشكيل احنا بنشكلها ازاي. يعني تابع الفيديو. طبعا بنكور كل الكمية وبنحطها، ودايما بنبدأ بأول كرة وبنغطيها، بنسيبها كمان شوية، وبعدين بنبدأ نعملها زي ما انتوا شايفين. بنفرد كل كرة بنبرمها. تابعوا بقى الخطوة بتاعة التشكيل دي، موجودة قدامكم وسهلة جدا جدا يعني، ده سهل انك تعمليها. طبعا طريقة البرم سهلة جدا، وبنحطهم لحد ما بنخلص الكمية كلها. عن طريقة التشكيل طريقة سهلة جدا، وانا عملت اكتر من واحدة عشان تبقي شايفاها. بعد كده العسل الاسود بتاعنا بنزوده، بنحط يعني نص كوباية وعليها نص كوباية مية كده، وبنبدأ نغطسها فيه، نغطس العجينة وبنطلعها، بنحطها في السمسم المحمص، يعني بتديها طعم حلو قوي العسل الاسود، اللي يعني نص عسل ونص مية، وبعدين بنغطسها في السمسم المحمص، وبنحطها في صينية او سجاط يعني حسب المتوفر عندك. ممكن تحطي تحت في الصينية تدهنيها شوية بسيطة كده زيت، أو ممكن تحطي ورق زبدة لو متوفر عندك، يعني الحاجة المتوفرة عندك اعمليها.
طبعا لما بنخلص الكمية كلها بنغطيها لحد ما تخمر، يعني بنخليها حسب لو الدنيا حر بتبقى يعني من ربع ساعة لتلت ساعة بتكون خمرت، لو الجو بدأ يبرد أو شوية بنخليها حوالي ساعة لحد، وبعدين بندخلها الفرن وبتطلع بالشكل ده. لو عجبتكم يعني طبعا شوية دول هم لسه بيخمروا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتراك للقناة، وأكون شاكرة جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.